أنا باقتناع أنه اختيار الهند كضيف شرف واختيار الحديث لكي درس الهندي التجربة الهندية ثقافيا بالخصوص وسياسيا وحقوقيا إلى جهة مهمة جدا، لأنه لا يكفي أن تري الديمقراطية بلد ديمقراطي فقط بشكل ميكانيكي. الأساسي هو تنشاض سجن الديمقراطية قد ما ظنش سجن تكيف أك التاريخ نش. دونك ذا هو الدرس الأساسي نهارا مزين طلق من غنكمر. أنا الهند صحيح ديمقراطية كبيرة، لأن الهند صحيح ديمقراطية استطاعت باش أتف حلول لمجموعة تنقل المشاكل، ولكن في المنتهى واش الديمقراطية فقط كآلية هي الضرورية أم أن يجب الانكباب الاهتمام أكثر ثقافة الديمقراطية؟ مش ثقافة الديمقراطية، ثقافة الديمقراطية الممارسات بدا الإنسان أقخ في الناس بعدها أقضى الناس أقل العائلة العائلة نستم زيانك العائلة نستم قرانت في الشارع غير خدمة الناس، ماشي فقط آلية ديال التصويت أصوات عدد الأصوات وفقط. لا، ديمقراطية يخصها سير يجن الجوهر البناء خل المشترك عاد ممكن ديك الديمقراطية. ممكن ديك الديمقراطية خاصة هي تحترم تحترم الأساس الديمقراطية اللي هو إعطاء الكلمة عباد الله كل شيء، الإنصات عباد الله كل شيء، الخدمة عباد الله كل شيء. الهند النموذج الهندي الذي قدمته نهار السفيرة الهند أعتقد أنه نموذج مهم جدا، وشوفوا فوتوكوبي الديمقراطية باش شنو غنوا النموذج هذا يصلح المغرب وما يصلحش شيء، بالنموذج ضروري المغرب غاسين تابز يستفد. إذا خذوا ناظور على الأقل قاد ثلاثة دروس، درس الإسباني، درس التونسي، درس الهندي، كندينتا، كلها دروس مختلفة وكلها دروس تشكل الإمكانية أنه بنادم مبدع قد الديمقراطية، ماشي الديمقراطية ماشي شي حاجة وليست قبول الإبداع، ضروري الإبداع قد الديمقراطية، وسيكون الناظور السابق قد المجال الإبداع قد مفهوم الديمقراطية. الشاعر الأستاذ تكريم الشاعر القمري، شوف مش نقص اللغة العربية قد الافتتاح، واحد يلخصنا أو يكثفنا أحسن، يكثفنا أحسن. مغا لأنه حسين القمري سيورك جن وقتي وذن يلا يرز من أقموم الدونتيست، إن الشعر إن يوري المسرح، إن كلام كان يجب أن يقال، يحضاق المحاكمات كمحامي، يحضاق جن عدد كبير المواقع يتأهلها نشنين بتواضع شديد نخجل تكريمه. ولكن اكيد انه انت يمكن تعجب، اكيد يعجب بزاف انت العائله ينس الاحبين سندت نظرك وشي شي المركز، ولكن بالنسبه لشنين يمكن شنين قد مزيانا اخت كريم مش القمه الاستاذ القمري الحسين، لانه صدى الاستاذ القمري ماشي توضع غرام عين نظره، بل صدى النص وطني دولي وخاصة كشام إفريقيا والشرق الأوسط، لأنه يهتم اللغة العربية كثير، يورث اللغة العربية كثير، ولكن يهتم بزاف الخصوصية المحلية. Thank you.